يعني هنتكلم تفصيلا عن اللي حصل النهارده، بس عايز ابرز ملمح توقفتي عنده النهارده وانت بتشوفي مجموعه المشروعات اللي هتفتتح والقصه اللي احنا بنتكلم فيها، ايه اكتر حاجه ركزت عليها وقلتي ايوه دي بجد اللي احنا كنا محتاجينها؟ الحقيقه بتفق معاك تماما، يعني يمكن انا يعني قعدت في مجلس الشورى 12 سنه مظبوط، وفي طول الفتره دي كنا بنطلع تقارير على تعمير سيناء وكنا بنعمل تقييم وبنتكلم على ان الجهود اللي بتتم غير كافيه، بنتكلم على ان سيناء دائما مليئه بالفرص، يعني سيناء فيها فرص للزراعه كبيره جدا، وطبعا احنا عارفين ان مشروع ترعه السلام فشل للاسف الشديد، بنتكلم على ان سيناء فيها احسن انواع الرمال اللي بتصلح للسيليكون وكل ما يرتبط بها بصناعات تكنولوجيه، عندنا دراسات كثيره جدا بتتكلم على نباتات طبيه واثريه، في شركات متعدده الجنسيه خدتها وسجلتها باسمها في اطار حقوق الملكيه الفكريه، واحنا ما كناش قادرين اننا نستثمر كل هذه الثروات. اذا يعني ممكن اقعد اتكلم كده سنه مثلا على الفوائد العظيمه والفرص الاستثماريه الرائعه اللي موجوده في سيناء. مقابل كده كمان كان في خطط كتيره جدا اتعملت، وقلنا ان سيناء ايضا هي امن قومي، يعني عمليه ان يبقى فيها سكان دي موضوع غايه في الاهميه، بقالنا سنوات بنتكلم عن كده نقل السكان. مش كده وبس، انا بحب الحقيقه اكون عمليه، يعني انا بدرب شباب وبعمل مشروعات صغيره وبعمل خطط لمشروعات صغيره، ودائما بتعامل مع الشباب، فلما بتكلم مع الشباب دائما اطرح عليهم سؤال، يعني لو جت لكم فرصه عمل ولقيتوا مسكن في سيناء هتحبوا تروحوا ولا انتوا؟ احنا عندنا نسق اجتماعي كده دايما الارتباط بالاهل، مظبوط احنا مربوطين بالارض اللي احنا اتولدنا فيها بالظبط، فكانوا دائما يعني في وعي كبير جدا عند الشباب، ايوه احنا لو لقينا فرصه عمل جيده باجر معقول بما يتفق مع قدراتنا واننا يبقى عندنا فرص كويسه ومسكن ملائم طبعا وخدمات اكيد حلو. يعني عمليه تعمير اكيد ان احنا هنحب نروح سيناء. اذا سيناء عملية أهم شيء في المشروعات النهاردة، إننا فعلا بنربط سيناء بمصر، يعني إحنا كانت دي جزء عزيز علينا وغالي علينا جدا، ولما خدناه ورجع لنا كنا سعداء بيه، ولما قضية طابة وملمح وطني رائع جدا، ولكن للأسف الشديد لازم نعترف أننا فشلنا أننا نستثمر هذه الموارد صح. الهائلة الموجودة في سيناء، فعملية أن أنا أبتدي أربطها سواء بمصدر مياه، حضرتك شايف النهاردة بداية تصحيح الخطأ دي أهم شيء، يعني عملية أن أنا أبتدي أربطها بمياه، أربطها بوسائل نقل، لأن الاستثمار عايز الأسواق أقدر أنقل الأسواق، يعني التكاليف مزبوط. بيدخل فيها على طول، مثلا أنا أنتجت حاجة زرعت حاجة في سيناء عايز أوصلها للأسواق، التنمية أولها طريق بالظبط، عشان تنمي عشان تروح لأي حتة تنميها وتعمرها بالزبط. هتروح لها إزاي بالظبط، فالعملية النقلة دي بس أنا بتفق معاك بقى أستاذ تامر في إن دي البداية أيوة، وإن دي الخطوة الأولى، وإن هي محتاجة جهد كبير جدا. ليه صحيح. بقى بلغة الاقتصاد أنت أنفقت مبالغ ضخمة جدا وزي ما كنت بتتكلم في المقدمة بتاعتك كنت بتتكلم أن كلنا كمصريين اتحملنا هذه التكلفة مزبوط. بمعنى أن يكفي موضوع تحرير سعر الصرف والتضخم اللي ترتب عليه، إحنا كلنا اتحملنا هذه التكلفة. السؤال بقى متى نحصل على النتائج أيوة. وإزاي أن البوليسي ميكرز أو القائمين على وضع السياسات والمسؤولين يترجموا ده لفرص حقيقية قصيرة الأجل، هو ده التحدي اللي قدامنا مزبوط. بمعنى إيه؟ إن أنا ابتدي أحس بقى زي ما مثلا المزارع السمكية اللي كانت لسه مفتتحة في كفر الشيخ، بدأنا نسمع إيه؟ إن وزير التموين بيضخ أسماك في التموين بأسعار معقولة، نحس بقى إن الأسعار هتبتدي تتوازن، نحس إن أسعار العرض، يعني إن المواطن الفقير مثلا لقى أسماك في حدود دخله بما يتسق مع قدراته، ودي بقى هتبتدي هو ده ازاي هينعكس على المواطن مزبوط. ان انا الاقي بقى فرص عمل، ازاي هتتولد من ده فرص عمل؟ ما انا ممكن على فكره حاجات كتيره احنا عملناها مشروعات وبنفتتحها وحاجات رائعه جدا، لا هي ولكن في النهاية الفكره مش في المشروع، المواطن يبص يقول ايه، طب انا واخد ايه من الكلام ده طبيعي. فهي دي الكويستشن، ودي نقطه مهمه جدا، الفكره مش في المشروعات، الفكره في العائد من هذه المشروعات الى عوائد يشعر بها المواطن وفي الفترة القصيرة. أنا مصممة على الفترة القصيرة، لا هرجع لحضرتك تاني في حاجات كتيرة في الفترة القصيرة دي مهمة، لأن بالزبط. إحنا
طول الوقت عايشين في الطويل، نفسنا نشوف القصير.